بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد رسولك الهادي الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سلام الله عليكم ورحمته متابعي قناة الأعزاء في كل مكان، سعيدة بلقياكم في إعادة لهذا الفيديو لأنه كان سابقا على قناتي ولكن من غير صوت، وهو من نفحات سورة الفاتحة والصلاة على النبي لانشراح الصدر والسكينة وذهاب الهم وتيسير الأمور، فهو يقرأه صباحا ومساء في أي وقت وبأي عدد. وقد قال أهل الله والصالحون أن لهذا الذكر من التجليات ومن الأسرار ما لا يعد ولا يحصى لمن داوم على ذكره كما ذكرت. وصيغته هي كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على النعمة العظمى سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، رسول الرحمن الرحيم المنعوت بقول الحق بالمؤمنين رؤوف رحيم، شفيعنا يوم الدين عند مالك يوم الدين. من علمنا العبودية للملك الحق المبين، فنحن ندعوه سبحانه ضارعين متبتلين. ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبجاهه عندك، اهدنا الصراط المستقيم وصل عليه ربنا وعلى آله الذين أنعمت عليهم وهديتهم صراط الذين أنعمت عليهم. فصاروا به صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم المقربين وأكمل المحبوبين وأصفى المهتدين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاللهم اجعلنا في رحابهم وعلى أعتابهم من المقبولين، آمين يا رب العالمين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه بلا حد ولا عد في كل وقت وحين يا رب العالمين. كانت هذه هي الصيغة المباركة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم